الملوك يتكرمون ويكرمون يعطون. أيوة النبي كان يعطي، لا فرق كبير، أنهم يعطون ويكرمون على الناس أيها الإخوة، لكن بفارقين اثنين. على من يتكرم الملوك؟ على من يشترون لسانه، على من يشترون لسانه، إما ليقطعوه عن تذمامهم وإما ليطلقوه بمدحتهم، وعلى من يرجون أن يكون إيه؟ بيده، بل بأيديه أو بيديه معهم، بسيوفه معهم على عدوهم وعلى شانئهم. هؤلاء فقط من كان ولا يزال الملوك والسلاطين يعطونهم، لكن لا يعطون أمثالكم من الضعفاء الرحماء المستضعفين الغلابة المذلين والمهانين، هؤلاء لا يعطون، هؤلاء لا، إنما يحرمون ويداسون بالنعال. النبي على العكس كان يعطي أكثر ما يعطي، وليس من مال الأمة فقط، مال الأمة للأمة، من ماله، من خمسه هو. النبي كان له خمس المغنم، كان يمكن أن يعيش عيشة ملك، ملك صغير على الأقل، ها أيها الإخوة، بهذا الخمس، لكنه كان لا يبقي من خمسه هذا شيئا. واشنطن إيرفينغ المستشرق الأمريكي الكبير المنصف في كتابه حياة محمد قال هذا النبي عجيب، قال كان يعطي حتى آخر درهم في بيت المال، ما كانش في بيت مال هو كذا، لكن قصده من مال الأمة، والعجيب أنه كان يعطي ماله هو الشخصي ولا يبقي نفسه شيئا. صحيح، هذا المستشرق الكبير والمؤرخ الذي أرخ لحضرتنا في الأندلس وضع أصبعه على الحقيقة. النبي مات، كم التركة التي خلفها هذا النبي الملك؟ كم؟ بالله عليكم قولوا لي كم؟ خلف بضعة دراهم أو ستة دنانير، وكان كلما أغشي عليه أيها الإخوة قبل وفاته، ليلة وفاته الشريفة، يقول ما فعلت الدنانير الست؟ يا رسول الله نحن مشغولون بك، تقولون مين سنتصدق بها؟ يقول ما فعلت الدنانير، ما ظن محمد بربه إن لقيه وفي بيتي هذه الدنانير. الله أكبر، على ماذا أنت مصر يا رسول الله؟ على ماذا أنت مصر يا أشرف البشر، يا أعظم الخلق، يا أحسن الناس وأجملهم وأكملهم وأجلهم، يا معلم الهدى، على ماذا مصر على أن يلقى الله وليس في بيته درهم ولا دينار؟ ما هذا الشخص؟ تعرفون؟ أقسم بالله هذا لا يستطيعه، لا يستطيعه أي إنسان، ولا أنا أقول لكم اليوم تحد وأنا أول الناس يتوني بعالم بشيخ يستطيع أن يحيي هذه الحياة، لا 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 لا، وأنا أكذب الناس إن قلت أستطيع، مستحيل. نحن المشايخ العلماء كذب. تعرفون لماذا؟ أنا فكرت في هذا طويلا وجدت الجواب في حديث صحيح مروي في الصحيح يبكي العين المؤمنة. تعرفون لماذا؟ هو يعطيكم الجواب، لأنه كان ينظر إلى الأمور ويزنها ويعتبرها بالمنطق الذي حمله على القول، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الله أكبر يا رسول الله، فهمتم لماذا؟ فكروا في هذا الحديث طويلا، رددوه في ضمائركم طويلا في الخلوات، حاولوا أن تفهموا. أنا أكذب الناس، لن أتكلم عنكم، إن قلت لكم لدينا شيء من هذا الميراث، كذب كذب كذب. نحن نضحي بالتسبيح وبالذكر وبالركعة في مقابل قليل من المال. النبي كان يرى أن يقول هذه الكلمات، أن ييسر لقول هذه الكلمات، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من الأرض وما عليها من كنوز وثروات. يقول هذا هو. كيف يا رسول؟ إيش هذه الرغبة في الآخرة؟ مش نقول إيش هذا اليقين؟ إيش هذه العظمة؟ إيش هذا الإزراء والاحتقار لمباهج الدنيا وزينتها؟ صلى الله عليك يا رسول الله، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا. شيء عجيب يا أخي، هكذا عاش النبي. يقولون قاطع طريق، أنتم قطاع عقول، لا عقل لكم ولا أدب، لا تستحيون، أنتم كالمرأة الوقاح خلعت الأعذار ولا تخشى العار، تباً لكل قيل أدب، احترموا الحقائق،
كونوا كالعظماء الكبار الذين أسرتهم حقيقة محمد، الحقيقة المحمدية، خضعوا لها وإن كرهوا. قال ملك، ملك وتوسع في المآكل والمشارب والمناكح. والله في صحيح البخاري يقول عروة بن الزبير قالت لي خالتي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما: يا ابن أختي، إن كان أهل رسول الله، وفي رواية قالت: إن كنا لا ننظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهل في شهرين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار، ما في طبيخ يطبخ لا بالزيل ولا ملوخية ولا لحم ولا شحم ولا شيء. قال: فقلت يا خالتي، فما كان طعام أهل بيت رسول الله، طعام أنتم أمهات المؤمنين ورسول الله؟ قالت: الأسودان، الأسودان كان هما الطعام، التمر والماء بشهرين يا رسول الله. وين النقود؟ 200,000 كيلو فضة، غنائم حنين، فضة فقط، انتبهوا. من البعران 10,000، من الشيعة 10,000، شيء لا يكاد يصدق. أنا قولوا لي بماذا رجع محمد؟ لا شيء، لا شيء، محمد وزع كل شيء وعاد كما هو. يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويرى نفسه أغنى الناس وأسعد الناس وأعظم الناس كفاية. كيف لا يكون وهو رجل الله يكفي أن الله له لا إله إلا هو؟ كيف لا يصطفيه الله؟ وعلى ذكر حنين وغنائم حنين، يأتي أعرابي وقح، وما أكثر هؤلاء الوقحين في كل زمان ومكان. عربي غليظ صفته على عكس صفة رسول الله، غليظ سخاب قاس القلب صليب الوجه أيها الإخوة، وغليظ القول. أتاه من بين يديه، نبي يوزع 200,000 كيلو، 40,000 أوقية فضة، 200,000 هذولا، 200,000 كيلو فضة، وزع هذا كله في ساعة على المسلمين، خذوه لا أريد شيئا. ويحضر على ابنته فاطمة عليه السلام الزهراء البتول أن تلبس قلادة بسيطة، يغضب ويحمر وجهه: أتريدون يا آل محمد أن تذهبوا طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ لا، ليس لنا هذا، للناس لا نريد نحن. يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيب قلبي، يا ملهم روحي وعقلي،